بغيت نبحث معك شويه في هذا الموضوع. شنو حسيتي انت ملي تعرضتي لهذا التحرش؟ لان كيكون عنده اثار نفسيه كبيره بزاف اللي البعض كيأكد انها بانها زعما عاديه وصافي باسي افيك لو طون، مي هاد الاثار هادي صعيبه واللي تقدر تبقى في بال الانسان ومعاه في حياته كامله. قربينا شويه من الاحساس ديالك. لا هي ماشي سهله، يكذب عليك الواحد اللي يقول لك انها غادي تعيشها الفتاه ولا البنت بصفه عامه سهله. بالعكس، بعض المرات تقدر تدخلك في اضطرابات، مثلا تدخلك في الوسواس القهري، تدخلك في اضطرابات مثلا بالارق، ما تبقاش تنعس واللي كتخاف، واخا يكون داك الشخص فوكونت، يعني ما معروفش، ما عارفه شكون هو، يعني انه كل نهار تبقى تجيك عبارات تهديديه انه يقدر يتعرض ليك، يقدر يقتلك، يقدر يغتصبك. دونك راه ماشي سهله. حتى فاش كتقول القانوني كتكون الامور خاصة واحد شويه ديال الشجاعه ولا بزاف ديال الشجاعه باش انك تمشي، حيت من بعد تقدري تقولي انه هذه الخطوه تقدر تشكل خطر بالنسبه ليا، انه تقدر تخلي داك الطرف الاخر يدوز لاكسيون، حيت غايشوف راسو مهدد. دونك ماشي سهله في الحالتين بجوج، ماشي سهله. وانت شنو خلاك انك شكون شجعك بلوتو او منين جات الشجاعه ديالك باش تمشي انك تبعي المسطره القانونيه؟ الوغ بزاف ديال البنات اللي كنعرفوهم اللي 70% منهم حسب دراسات حديثه تعرضوا للعنف الرقمي وما بغاوش يهضروا، ما بغاوش يمشيو يديروا اي شيء، كيخلاو داكشي بينهم وبين راسهم. صراحة القرار خديته بوحدي وخديته مشيت للمحكمة، ما قلت حتى شي واحد، يعني ما كنتش مترددة ولا 1% أنني نمشي ناخذ المجرى القانوني. هذه شي حاجة اللي مأمنة بها قبل، يعني كنت دائما كنقول أنه نهار اللي غنتعرض لأي نوع من التصرف اللي غيكون فيه قلة الاحترام، ماشي ضروري يكون تحرش ولا تهديد، يعني ماشي ضروري تكون شي حاجة كبيرة، يعني يقدر يكون غير مهني مثلا في وسط العمل، غنمشي ناخذ مجرى القانوني باش ناخذ الحق ديالي، لانه القانون راه كاين. بلاد السيبه، دونك يكفي الواحد انه يكون عنده شجاعه وما يخافش، لانه المشكل اللي كاين لانه كنتعامل مع حالات بزاف، حالات ديال التحرش وعنف، المشكل اللي كاين تقريبا 98% كاينه في الخوف، انه البنت الضحيه كتخاف. بعد مرات تكون عندها الدلائل انها تدافع على راسها وتربح القضيه، ولكن كتخاف من الناس ومن نظره المجتمع. برافو عليك نسرين. من بعد غادي نكملوا في هذه النقطه هذه، علاش بنادم ما كيقولش داكشي اللي طرا ليه، علاش بنادم ما كيتقاسمش مثل هاد التجارب الخايبه في حياته مع الناس ويحاول انه يلقى لها حل. غندوزو لعندك كنزه ومن بعد ندوزو عند مهدي اللي غيهضر لنا اكثر على شنو ممكن نديروا في مثل هذه الحالات. كنزة بغيت نعرف انت واش ديجا تعرضتي لشي موقف بحال هذا؟ شفت فيديوهات ديالك اللي كتبارطاجي فيها مع الناس بزاف ديال الافكار، بزاف ديال الحوايج اللي كيعيشوها يوميا. انا بغيت نعرف واش انت عشتي شي حاجه اللي خلاتك انك تبارطاجي هذا الشيء. ابسوليمون، حيت هذا التحرش الرقمي كنت تعرضت له فاش كنت مازال في الليسي، فاش كان لي كونت فيسبوك وهذا الشيء. واحد الولد كيقرا معايا في المدرسه كان تيهددني، مازال ما عرفتش السبب، واش نوريك امتحان السبب مقنع مازال ما لقيته. كنت يقول لي شوف الا ما هدرتيش معايا غنحط لك تصاور في هذا الكونت وغندير لك فوتوشوب. المهم بزاف الحاجات اللي هددتني فيهم، كنت كنخاف، فريمون كنت كنخاف بزاف، كنبقى ديما بوحدي كنبكي شنو غندير شنو غندير. من بعد وصل لي انه بصح حد دي فوتو ديالي، نوض كيقول شي هضرات خايبين، بدا داو الناس كيعايروا. انا كنت واحد الانسان اللي كنت نتجاه بهذا، والحمد لله اللي خرجني، والاكثر حاجه ساعدتني هي مي بارون. هادشي علاش كنقول اي واحد ما يخافش يعاود والديه، وتا الوالدين يعطيو ديك يخليو ولادهم يعاودوا لهم. دونك مي بارون كانوا ديما معايا، كان الحمد لله اي حاجه كنقولها لبابا اللي وقع كنقولها لبابا. دونك واخا شاف ديك التصاور ما تيقش. دونك الصراحه انا هادشي اللي عاوني بزاف، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش هادشي مع الناس، حيت بصح منين حطيت لا فيديو الاولى جاوني بزاف ديال ميساج ديال مساكن الناس كيقولوا لي عاونينا شنو نديرو، وبزاف الحاجات اللي فريمون كيشوكيو. اوكي برافو عليك كنزة، حتى انت خديتي هذه الخطوه هذه وقررتي انك تبارطاجي مع والديك، لان هذه حاجه ضروريه ان بي لي بارون تكون ثقه بيناتهم، واننا نعاودوا لوالدينا وما نخافوش، لان اي حاجه عندها حل.